بداية الله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان مكرم ذكرا كان أو أنثى، لا فرق في ذلك. ولذلك يعني كانت عندما جاء الإسلام احترم المرأة وأنزلها مكانتها اللائقة بها. يعني أنتم تعلمون كان في الجاهلية قبل الإسلام عندما تولد المرأة تدفن، ما يريدون البنات ويخلون الأولاد، بينما جاء الإسلام رفع من مكانها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتلاه الله عز وجل بثلاث بنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هذه هي مكانة المرأة في الإسلام. ولذلك جاءت التشريعات كلها إسلامية، جاءت التشريعات لتحقيق مصلحة الأسرة ذكرا كان أو أنثى، وخصوصا المرأة. هو شوف الإسلام يريد من إقامة الأسرة إقامة أسرة متماسكة تحقق غرض الزواج، تحقق الأهداف العليا من الزواج، مقاصد الزواج مقاصد عظيمة، مقاصد قيام الأسرة. يعني الآن عندما أي قانون يشرع، احنا ماشيين على القانون القديم اللي كان موجود ولحد الآن ماشي، وهالمذاهب الأربعة، يعني انت حتى لو تأتي الى الشافعية والحنابلة الزواج اقل زواج 15 سنة للبنت، اقل سن. وعند المالكية، احنا مذاهب السنة والجماعة، عند المالكية والحنفية 17 سنة. فتجد أنه يعني هذا التشريع ما جاء من فراغ، هذا التشريع ينظر إلى المرأة. البنت إذا زوجناها 10 سنين أو 9 سنين تحقق مغارض الزواج، مقاصد الزواج يتحقق في الأسرة؟ جواب: ما يتحقق مغارض. وحتى في مذاهبنا الإسلامية الشرعية، المذاهب الأربعة كأهل السنة والجماعة، عندما تأتي إلى هذه المسألة ما تجد تأكيد على هذه المسألة، تأكيد كله على تحقيق مصلحة الأسرة. وقطعا ما تتحقق مصلحة الأسرة من بنت بهذا السن، هذا معروف هذا الشيء. الآن احنا كنا في أما مثلا سابقا كانت الأمور تختلف، يعني بنية الإنسان، تفكير الإنسان. يعني سيدنا زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم وكله بقيادة جيش وعمره 16 سنة. الآن أقدر أنطي جيش الواحد عمره 16 سنة أخليه يقود؟ إحنا عندنا أمور أهم في البلد ينبغي أن يهتم بها، ما نأتي إلى مسائل نشغل بها المجتمع ونشغل. أما إذا أصر على التشريع ينبغي أن يراعي مكونات المجتمع وهويات المختلفة في البلد، ينبغي أن تراعى هذه المسألة في سبيل حتى يبقى الوئام وتبقى التشريعات تصب في مصلحة الجميع. ما ينبغي أن يعني نختزلها على مجموعة دون مجموعة. وهذه مسألة مهمة حقيقة في السلم المجتمعي وفي المحافظة على الأسرة ونحقق كيان الأسرة، وهذا متفق عليه العقلاء مو فقط الشرعيين، حتى العقلاء يتفقون على هذه المسألة من أجل تحقيق مقاصد الزواج. فلذلك نقول الأمر القانون الموجود قانون جيد، وينبغي أن يستمر هذا القانون، وهذا صار العراق يمشي عليه عشرات السنين. يعني هذا ينبغي أن يمشي عليه القانون. إذا صارت تصحيحات أو تعديلات ينبغي أن تراعى بها الهويات الموجودة في البلد.